دائما في مدونات الشغل، واليوم تشغيل النساء ليلا. دكتور مرحبا. وسهلا. لان دكتور، واش يمكن تشغيل النساء في الليل؟ السؤال طبعا تنكلوت طرحت، يمكن بعض النساء الأجيرات التي تشتغلن في المقاولة ومرتبطات بعقد شغل، تقول واش أنا من حق المشغل أنه يخدمني بالليل. هي من ناحية المبدأ ما كاين حتى شي مشكل، يعني يمكن النساء يخدموا بالليل. اولا خصنا نعرفوا شنو هو الليل، فوقاش كيبدا الليل. الليل كيبدا بالنسبه للنشاطات الغير فلاحيه، يعني ما هو تجاري وصناعي وحرفي، كيبدا من 9 الليل ل 6 الصباح. اذا هذا هو الخدمه بالليل. وبالنسبه للنشاط الفلاحي كتبدا من 8 ديال الليل الخمسة ديال الصباح، هذا هو العمل الليلي. اذا شي سيدة كتشتغل مثلا تخرج حتى 8 ديال الليل او حتى 9 ديال الليل، هذا ماشي عمل ليلي، راه كتشتغل هذا كيتسمى عمل ديال اليوم، كل يوم تسد حتى 9 ديال الليل. ولكن الى تعدت 9 ديال الليل واشتغلت حتى 10 ديال الليل، هنا كنبداو في العمل الليلي. نفس الشيء بالنسبة للنشاط الفلاحي، من 8 ديال الليل ل 5 ديال الصباح. واش يمكن لهم يشتغلوا؟ طبعا يمكن لهم يشتغلوا، ولكن المشرع تيوضع واحد الشرط اللي هو شويه شرط فضفاض وعام، اللي كيصعب علينا نراقبوا فيه المشغل الا ما احترموش، هو ان الماده 172 تقول يمكن تشغيل النساء مع الاخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي. الوضع الصحي طبعا كاين النساء اللي ما يقدروش يشتغلوا بالليل بسبب امراض تعانيوا منها، التي خصهم في الليل يكونوا في ديورهم وبالضبط يكونوا في الفراش، يعني يكونوا ناعسين ما يقدروش يستحملوا العمل نهائيا بالليل. اذا ما يمكنلكش تقول الضروره ديال المقاوله نفرض على واحد الاجره اللي كانت تشتغل عندي النهار الاول بالنهار ونحول العقد ديالها بالليل. طبعا هذه المساله هذه غير مقبوله قانونيا، كتكون مريضة إذا راه عندنا شواهد طبية وكنا ثبتوها. ولكن وضعهن الاجتماعي، شنو هو الوضع الاجتماعي اللي ناخذ بعين الاعتبار؟ الأجيرة اللي مزوجة، هذا وضع اجتماعي ولا ما تخدميش باش تقابلي وليداتك؟ ولا ما مزوجاش تخرج هي بالليل؟ احنا ما عندناش مشكل في اللي ما مزوجش، عندنا مشكل مع اللي مزوجة. علاش؟ حيت هي مزوجة عندها الراجل ما تخرجش بالليل، وهذيك اللي ما عندهاش الراجل يمكن لها تخرج بالليل. هذا السؤال ديال الوضعية الاجتماعية كيبقى شي شوية فضفاض وغامض، لأن هذيك اللي كتشتغل بالليل وهي ما مزوجاش عازبة، تيمكن يكون عندها باها موسين والأم ديالها مريضة، عندها وليدات، تيمكن لها تكون مطلقة، تيمكن لها تكون أرملة، تيمكن إذن راه ما كاينش فرق حقيقي وجوهري ومهم بالنسبه للمراه اللي غنقولوا يجب مراعاه وضعها الاجتماعي. اذا الصحي فهمناه، ولكن الاجتماعي انا تنظن بانه استثناء جدا واستثنائيا جدا، يمكن نلقاو نساء اللي يمكن لهم اجتماعيا يمكن اي مشكل بالنسبه للفتره الليليه. اذا المبدا نعم يشتغلنا بالليل، ولكن يجب مراعاة الوضع الصحي، لأن إلا عندنا شي وحدة صحيحة ما كاين حتى مشكل تخدم، ولكن خصني عاوتاني نراعي الوضع ديالها الاجتماعي. وأنا قلت الاجتماعي كيوضع نقطة استفهام. إذا خاص تنقول شي شوية ديال الحزم في التحرير ديال النصوص القانونية، شوية ديال الدقة. هي الدقة ما مزيناش بزاف، ولكن في بعض الأحيان تيخصنا نحسمو واش نقبلو كمبدأ، حيت هنا راه مبدأ ماشي استثناء. واش كنقبلوا كمبدا النساء تشتغل بالليل او لا؟ تنقولوا اشتغال النساء بالليل هو فقط استثناء، وخص تكون ضروره، وخص تكون هاد الظروف، وخص تكون هاد المعايير، وخص تكون هاد الشروط، اذا باش تكون الامور واضحه. ولكن باش نخليها كفضفاضه، راه تيمكن المشغل يدير
اللي بغى باش هو يراعي المصالح ديالو ويقبض داك البنات اللي عنده خدامين كلهم غادي يقول لهم الله يخليكم غادي نحولوا العمل ديال اليوم الى الليل او لا النهار اللي غادي يجي باش يوظفها باش غادي يشتغل معاه وكيدير معاه داك اللقاء الاول وغادي يعطيها العقد غادي يقول غادي تشتغلي بالليل وهو يكون القانون تيحمي لانه المبدا هو الاباحه والامكانيه والاجازه والاستثناء هو اننا خصنا نراعيو اذا خصها تعكس واش يمكن الاجره ايضا اللي كتكون كتشتغل بالنهار والتزمات باش بدات تشتغل بالنهار وكاين عقد انها تشتغل بالنهار توقيت العمل هو من 8 صباحا الى الثانيه هذه معلومه جوهريه مهمه يجب ان تعطي الاجيره الاذن ديالها والرخصه ديالها والموافقه ديالها وتمضي او توقع على ملحق عقد الشغل. نعم اذا شكرا دكتور معلومه اليوم مستمعينا كتوجدوها عبر الصفحه الرسميه لراديو اصوات وايضا عبر صفحه البرنامج شكرا حسام نواصل مباشره ونستقبل اتصالاتكم على راديو اصوات نواصل ونستقبل اتصالاتكم اول اتصال فاطمه زهرة من الدار البيضاء بعد سهام من مراكش عبد الرحمن ايضا وفاطمه خليكم معنا مرحبا ناخذ اول اتصال فاطمه زهرة فاطمه زهرة مرحبا اخبارك لاله صبحك عليك بخير هانيا بارك الله فيك لاله مرحبا بك معنا معك بغيت نتصل مع سي دكتور جمال معسوق نعم تفضلي فاطمه الزهراء شنو السؤال ديالك؟ انا عندي واحد المشكل كنت ديجا كنت قبل خدامه في واحد الشركه وكنت مأثوريه مع لاغلو كنت قلت مالادي مع لاغلو من بعد خدمت معاهم شي تعتين عين كيفاش كانت عندك اسيغونس مالادي مع لامو يعني كنت مأمنه في القطاع الخاص شركه تامين خاصه ومأمنه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بعد كان عندك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الاساسي والتأمين الخاص هو التكميلي والتأمين الخاص اسيغونس مالادي تبعت يلاه السنه اي مر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتعطيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتكمل لك شركه التأمين اللي بقى ياك أيه. من بعد مشيت خدمت مع شركة أخرى خرجت في الشركة كانت ديكلارات فايض مشيت خدمت مع سوسيتي أخرى واللي خدمت كاين بالنسبة للتقاعد مع لاسانيسيس ولكن بالنسبة للأسيغونس مالادي مع لاسيغونس خيط. المشكل هو أنني ملي مشيت دفعت واحد الدوسيت مالادي على رجلي عندي المشكل ديال الخوص في رجلي ملي دفعته الدوسيت رفضوا لي في لاسيغونس قلت لهم علاش ما علاش قال لك المالادي عندك قديمة. قلت لهم واخا شنو الحل؟ قال لك الحل هو تجبي لنا بانك كانت كنتي طيزه معصوريه في شي عندك شي اطار اي يعني كاينه استمراريه في التامين اي يعني كنتي في واحد شركه تامين وخرجتي مباشره ودخلتي شركه تامين اخرى اييه مشيت انا عند وانت فعلا خرجتي من شركه التامين الاولى ودخلتي شركه تامين مباشره مباشره دخلت شركه تامين اخرى مباشره اذا جبتي له شهاده التامين ديالك اللي كان عندك سابقا يعطيوك شهاده بانك كنتي مامن لا هما قالوا لي جيت اتيستاسيون دو فينيفيس لامو شنو عيني شنو هي؟ اتيستاسيون دو فينيفيس لامو دو عيني بشويه انت ملي كتهضري بالفرنسيه بزاف انا ما كنعرفش الفرنسيه سيري معايا غير بشويه بان الاتيستاسيون ديال انني كنت ديجا عندي لامو لا غير سميها لي شنو قلتي لها اتيستاسيون؟ دو فينيفيس لامو دو فينيفيس دو لامو مع شركه تامين دابا شركة التأمين شركة لاسيغونس قالت لي أنا بغيتي تغنبوغسي على رجلك غاتمشي عند لاسيغونس اللي كنتي معاهم في الأخرى وغاتجيبي لنا من عنده بأن ديجا كانت عندك لامو أتيستاسيون دو فينيفيس بأنك كنتي كتستافدي من لامو لا اسمعي واخا كملي أنا مشيت أنا عند لاسيغونس ملي مشيت عندها عطاتني ما عطاتنيش من حيتش أنا ديجا كنت خدمت معاها من 2009 ل 2019 ما عطاتنيش هذيك البيريود كامله عطاتني غير هذيك السيمو ديال الشوماج حيت انا ملي خرجت من الشركه دفعت الشوماج عطاتني بحال اللي راه كتستافد من لامو غير هذيك السيمو ديال الشوماج ملي انا دفعت لاسيغونس قالوا لي لا انا ما تستافدش خاصك تكون عندك تقييم لان المرض عندك تقييم قال لي عطوني مثال قال لي انت بحال شي طوموبيل بحال شي طوموبيل راه اكسيدون جيتي قلت لي خاصك الصوره ما يمكنش قال لك بحال شي طوموبيل واخا قلت لي ما قلتش من طوموبيل بعدا من العلامه ديال الطوموبيل من ماركه الطوموبيل دابا انا ما نصفاتني لاسيرونس هي من حقي ما نصفاتني لاسيرونس من رجعت عندهم وقلت لهم انا راه ماشي خدمت غير في هذا الطريق انا راه خدمت الطريق قدام راه خدمت من 2009 قالوا لي انا الباترون ديالك فاش ولا عنده الكريز 2017 ما بقاش كيخلص اذا انت لا يعطوك هذيك
صافي نسيت ولا تخلص ملي وما دفعتش الشوماج عاد تولك بحال الشوماج هما خلصوا عليا ملي خلصوا عليا دفعتوني غير ديك البيريود ديال الشوماج. دابا انا نسولك اسئله وانت غادي تجاوبيني. واخا دابا انت فوقاش بديتي تشتغلي مع المشغل ديالك؟ اين سنه؟ متاخرين. اعطيني من اللي بديتي؟ المشغل الاول ولا الثاني؟ الاول. الاول من 2019. حتى الفوقاش؟ حتى 2019، شهر 11 2019. هذا الاول. هذا الاول. فوق شهر 11 2019. شهر 11 2019. خرجتي في شهر 11 2019. أيوه. فوقاش خدمتي مع المشغل الثاني؟ خدمت عنده في 24 شهر 12 2019. مزيان، يعني شهر من بعد ما كان شهر من بعد اشتغلتي، شهر و10 ايام. شهر من بعد اشتغلت. مزيان. هاد المده هادي كنت دائما مأمن عليك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كتأمين اساسي، وعندك تأمين تكميلي في شركه تأمين خاصه، الجواب؟ لا. لا، فوقاش وقعت وقفت التأمين ديالك؟ وقفت التأمين ديالي دابا انا دابا ملي خرجت من لاسوسيتي الاولانيه في 2000 نهار. لا ما تعطينيش التاريخ، قولي لي ايه، جاوبيني غير الاسئله ديالي، فوقاش التأمين ديالك وقف؟ واش عند المشغل الاول؟ عند المشغل الاول وقف في 2019 التأمين. مزيان، اذا ما وقفش، كنتي خدامه معاه، كنتي مأمنه. كنت مأمنه ولكن وكان تيخلص عليك. ما كانش تيخلص، لا ما كانش تيخلص. اذا ما كانش تيخلص عليك ما كاينش التأمين. ما كانش تيخلص عليك ما كاينش التأمين. واخا اشتغلتي شحال ما خلصش عليك، انت خرجتي من عنده في 2019، فوقاش وقف الخلاص؟ من 2017 تقريبا 2017، ما عقلتش الشهر بالضبط ولكن 2017 ما بقاش تيخلص، ولا تخيب ما بقاش تيخلص. واخا هاد لاختخوز اللي كتكلمي لي عليها في اي سنويه عندك؟ تقريبا من 2014. برافو عليك، دابا غادي تمشي لعند شركه التامين السابقه الاولى اللي كنتي معاها. اللي معاها سنوات. واخا انت دابا كان عندك الاساسي مع سينيسيس وكان عندك تاميني مع تامين خاص. لا لا ما كانش عندي، ما كانش تأمين. كان عندك غير التغطيه الصحيه الاجباريه. ايوه من 2000 فاش بديتي 2006 قلتي لي حتى 2019. مزيان، في 2017 وقف هو الاداء، ما بقاش يخلص سينيسيس. مزيان، اذا حنا اللي تهمنا هو انك تثبتي لشركة التأمين بأن هذا المرض هذا كان عندك سابقا وكنت كتخلصي عليه ومأمنة. إن غنجي من 2014 اللي كان مازال تيخلص عليا حتى 2017. أييه نجيب شهادة بأن هذه المدة هذه أنا كان عندي تأمين، وها نسخ ديال الملفة الطبية كانوا عندي. يمكن لك تقول لي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعطيك، تمشي في الارشيف يشوف لك الملفات ديالك، راه كاين في النظام المعلوماتي يعطيك. سمح لي الدكتور، دابا انا راه مشيت عندهم. دابا سمعيني الله يرضي عليك، تسمعيني مزيان. واخا حيت الطلب ديال شركه التامين الجديده طلب قانوني ومنطقي، بغيت نعرف على لا اعطيني ما يفيد بان هذا المرض اللي عندك انت كان عندك شحال هذه وكنتي مأمنة عليه شحال هادي؟ أييه. إذن فوقاش أنت كنتي مأمنة عليه؟ هي ديك المدة اللي بديتي تشتغلي معاهم حتى 2017. أييه. هادي راه كنتي مأمنة، حيت المشغل ديالك في 2017 حبس. إذن أنت خصك تعطيهم على هاد الفترة ديال اللي واصلة حتى 2017 بأنك كنتي مأمنة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أييه. وبما عندك آثار ديال ملفات دفعتيهم ديال لاخت خوز. أييه. صافي. واخا دكتور، انا هذا الشيء درته. شي لا هذا ما درتيش؟ لا درته دكتور. اسمعي شرحي لي شنو درتي، عاودي لي شنو درتي، قولي لي شنو درتي. من بعد ملي قالوا لي هما هكا مشيت انا باش نجيب اتيستاسيون ديال ميتيكلام، عطاونا غير هذيك غير المصاري. اييه رجعت عندهم جبت المصاري قالوا لي هذه ما مقبوله. رجعت عند مثلا قلت لهم شوف بالنسبه للمصاري قالت لي جوج الحوايج، قالت لي تجيب الديسايد مالادي ديالك. راه هادشي اللي قلت لك هو هذا. انا عندي وانا عندي الكوفيات وداك الشيء عندي، قلت لهم انا اللي بغيت نسجل عليكم، انا نجيب لكم الكوفيات باش تفيق الدوسي وداك الشيء، يعني انا بغيت غير بخاص من عندكم باش نهزو ديال لاسيرونس باش تغنبوغتا او عطوني اتيستاسيون دو فينيتي كلام وتكون عندي من 2017 حتى 2017 حتى ما بقيناش كنخلصو. اييه قال لي شوفي احنا السيستيم عندنا هكذا. لا غادي تدخلي، شوف غادي تدخلي، غادي تدخلي عند مسؤول ولو يعطيوك هاد الشهاده يدويا، واخا يعطيوهاك بيديهم، يعني يكتبوها ما يخرجوهاش من النظام ديالهم المعلوماتي. صافي؟ دابا
دابا سمعتي شنو قلت؟ غاتمشي عند مسؤول. مشيت عند المدير. تخيل برك ان المدير جرى عليا من البرو ديالو. لا لا ما بغيتش تفهمي، حنا عندنا السيستم داير بحال هكا، يعني واحد لاجونس حدانا دخلت عنده قلت ليه راه ما كاينش كيفاش ندير عافاك الله يعطيك الصبر، قلت ليه راه مين كاش ليه، قلت ليه راه بالمنطق راه حقي، قال لي حنا عندنا السيستم داير هكا، قلت له راه كنت سريت حالات الله يعاونني عاون، قال لي راه شتيتي بحال هكا وجرى عليا. دكتور تبقى معنا السيدة فاطمة الزهراء بعد خليك معنا، حنا غادي نعيطوا للصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية. إذا بقي معنا فاطمة الزهراء. مستمعينا مرحبا، تحية لكم، خليكم معنا على راديو أصوات. على أصوات كنواصلوا معكم مستمعينا مباشرة. إذا كنذكر حصة اليوم خاصة بالأسئلة، الجواب على الأسئلة ديالكم. مازال معنا سهام من مراكش وعبد الرحمن من الدار البيضاء، خليكم معنا. ناخذوا اتصال آخر. سهام من مراكش، مرحبا بك معنا على راديو أصوات. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، على مرحبا بك. السلام عليكم الدكتور معتوق. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج. مرحبا، تفضلي لالا. بالنسبة للشخص اللي كيشتغل بدون أوراق، يعني ما نفرجش في الضمان الاجتماعي، عند تسلم الأجر واش يوقع على وصل بشكل فردي ولا كذلك بشكل جماعي؟ كيطلب منا كذلك توقيع على لائحة الحضور اليومي والإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية، يعني واش هاد الإجراءات ضرورية؟ هو غير كيحمي راسو، ولكن انتوما ما كتحميوش راسكم. اذا كان عندك بديل وممكن تلقاي الخدمه في قنت اخر، ما خصكش تكتي على هذه الوضعيه هذه، لان خص يكون عندك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غدا تمرضي شي مرضى خايبه الله يستر، ما عندكش تغطيه صحيه. لا ما كاينش، كاين تغطيه. تزوجي ويكونوا عندك وليدات، ما تاخذيش تعويضات عائليه. نهار ديري 60 عام وتعياي في صحتك وما تبقايش قادره تخدمي، ما تلقاي عندك حتى شي دخل، لان ما يكونش عندك التقاعد ديالك. إذا هادشي خصكم تخمو فيه، وانتم مازالين صغار، مازالين صحاح، حيت دابا كتكونوا كتستخفوا بهاد الامور، تقولوا انا غادي ناخذ دابا فلوسي ومن هنا للستين عام يحل الله. اكيد غادي يحل الله، ولكن خصني ندير انا الواجب ديالي، ندير انا اللي خصني نقوم به. اذا اللي خصك تقومي به هو انك ديري شكايه لمفتش الشغل ومفتشين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى الاقل على الاقل انك ملي تكوني كتمضي على الورقه ديال الحضور صوريها في التليفون ديالك اذا كانت عندك هذه الامكانيه. وقعي حتى وصوريها في التليفون حتى ديك الوثيقه اللي كتوقعي عليها انك كتخلصي، سواء فرديه او جماعيه، حيت انا كنظن بان ما عندك حتى شي وثيقه تثبت بانك خدامه انت مع هاد الناس. لا ما عندكش شي وثيقه. اذا هاد الوثائق تمكنهم يفيدوك في الاثبات. اذا غير صورتهم راه مهمين. بالنسبه للبطاقه الوطنيه فهي تكتب لنا الادلاء. لا باس عليك، هادي يعطيهم بطاقه الوطنيه ياخذوا النسخه ديالها ووقعي لهم في الورقه الحضور، وقعي لهم في الورقه الاداء، ما كاين حتى مشكل، ولكن خصهم يتصوروا ويبقاو عندك. ورقه الاداء يعني كتكون على شكل وصل يعني ولا شي؟ ورقه الاداء يمكن يكون سجل، يعني دفتر كبير، يمكن تكون ورقه وحده، يمكن يكون توصيل كنديروه في الملف ديالك، ولكن المهم في هادشي كله انك انت ما عندك حتى حاجه من هادشي، انا هادشي خصو يكون عندك حتى انت. فهمتيني مزيان؟ شكرا استاذ، يعني ما كاينش البديل دابا، يعني نحاولوا يعني نبدا نلقاو شي حاجه اخرى. هادشي اللي تفرضوا علينا يعني ما كلشي العمال يعني كيرفضوا هاد الوضعيه، واش اللي يعني معاملات اخرى، ولكن ما كاينش البديل. صافي فهمتي؟ اي شكرا استاذ. دابا تقلبي على الخدمه، لقيتي الخدمه توكلي على الله، ديري الشكايات ديالك ودير الامور ديالك. ما لقيتيش الخدمه وبغيتي ديري شكايه، عارفه بان غادي يجريو عليك من الخدمه. داكشي اللي كاين. وبالنسبه استاذ نصوروا هاد الوثائق، يعني المشغل ماشي يسمح لينا بهذا الاجراء. انت غادي تصوريه هو يشوفك، الا ما هو ما يخليكش تصوريه. بطبيعه الحال. ولكن هاد التصاور هادو ما تصيفطيهم حتى شي واحد. بطبيعه الحال. حتى زميله. كيكون موجود. كيكون سمعيني. يعني عندك تسلم الاجر، يعني ماكاينش يسمح لك توقعي هاد الوثائق. يعني زميت تصوري هاد الوثائق. لا خصك تصوريهم بالتخبيعه. يعني بواحد السرعه فائقه، ولكن كنحذرك على انك الا صورتيهم تمشي تصيفطيها لشي زميله ديالك، قول لها انا صورت وتصيفطيها لها، الا صيفطتيها لها غادي تعاقبي قانونيا. ولكن الا صورتيها. يعني تشمينا حنا. اييه. صافي فهمتي دابا؟ شكرا. وما تعطيش لشي واحد هاد التصويره اللي غاتصوري. شكرا. عاودت تقول لي يلا. سهام الله يوفقك على الله. مرحبا. يتعين قيام الوكالة الظاهرة أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر حسن النية. نعم. محل هذا التوضيح من الإعراب دكتور. وذلك باعتقادي بأن من يتعامل معه هو وكيل فعلا
هذه الوكاله الظاهره حيت كاين الوكاله القانونيه وكاين الوكاله الظاهره. كاين اللي كتشوفوا كيكون معامل واحد مع الباترون ديالو ودايما الباترون ديالو حاضر وهو كيقرر في عوضو، تيقول لك لا لا صافي جيبوا لي هذه دير لي 16 من هادو عطيني 18 من هادو والباترون ديالو حاضر. واحد النهار ما كيجيش الباترون كيجي هو تيقول بغيت 16 واحد اخرين بحال هادو كيدير ذاك النهار ودايما كيتعامل هكا. اذا انت كتستنتج بان هذا السيد عنده وكاله ظاهره من عند هذاك السيد الاخر الموكل ممكن تكون عندها واحد القيمه قانونيه. دلنا ربما دكتور فيها معلومه احسن توضح لنا اكثر لكل المستمعات والمستمعين غادي يتسائلوا. صافي انت مهم دكتور الوكاله الظاهره والوكاله القانونيه. يا نسير ناخذ السي عبد الرحمن من الدار البيضاء، مرحبا بك معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير لاله بخير لاباس عليك. بارك الله فيك سي عبد الرحمن. كي داير استاذ لاباس عليك. بارك الله فيك سي عبد الرحمن. كينتظر نص ساعه دابا دكتور على التليفون على الخط. الله سمح لنا سي عبد الرحمن الله يكثر خيرك كما تسمح لنا. مرحبا مرحبا على العين والراس يعني فعلا 30 نعم 30 دقيقة وأنت كنتظر. ما كاين بس ما كاين 29 دقيقة و50 ثانية دكتور. فين راك أنت في السيارة ولا في محل العمل ديالك ولا في الدار فين راك؟ هي كاين السيارة كاين السيارة. شاد الطريق؟ لا لا واقف واقف كنهضر معاك. وهذه الساعة وأنت واقف؟ دابا كمل 30 دقيقة دكتور. وشنو اللي خلاك تبقى معنا 30 دقيقة؟ 30 دقيقة بزاف أصاحبي. وا حنا باقي كنتسناو الانتظار باش نتسناو الدور ديالنا. أسيدي مرحبا بك وكنعتذروا على التأخير. وكنشكروك كنشكركم على الاعتذار مقبول استاذ. مرحبا مقبول. مرحبا استاذ. حنا عندنا من سميتو استفدنا من واحد الدعم ديال سيارات الاجره. أيه. يعني تغيير السياره. اذا انت صاحب سياره اجره. اييه دابا انت سائق ديال سياره اجره. اييه اييه مزيان. هذا المجال ديالكم فيه بزاف ما يزالوا فيه بزاف ديال التعدد والظلم والاستغلال. و هو نيت احنا كنهضروا على التعدو دابا كنهضروا على التعدو هذا دابا حاليا. كنتعرضوا واحد الاعتداء من عند واحد الشركه اللي ولات كتشتغل هذاك الشيء اللي بغات. دابا حاليا احنا مشينا استفدنا من واحد الدعم وبغينا واحد السياره ومشينا بغينا نشريو هذيك السياره. كنتفاجئوا بانه السياره ما بقاتش بحال كتقول هذاك الفرنسيري ديالها طارت ما بقاتش. وديجا هما وهذاك الدعم خرج غير هذيك السياره خارج لهذيك السياره. يعني الا خديتي سياره اخرى ما كاينش الدعم وما كاينش ما عندكش كيفاش تدير لي عند وكاله وحده اخرى ولا تمشي تهزو الدير لشي بلاصه اخرى. يعني ما هذاك الدعم ما صالح الا لهذيك الشركه والا هذيك الماركه ديال السياره العلامه ديال السياره. لا هذيك الماركه وهذيك العلامه ديال السياره. ودابا مشيتي تقلب على السياره لقيتيها انتهت ما بقاش تخرج كاع من المعمل سالينا. كتخرج ولكن كتخرج بواحد الطريقه بطيئه وطريقه كيفاش كياخذوا زعما كاين الدواسة كيفاش كيتعاملوا معاهم كل مره كيعطيونا طريقه. يعني حنا كنا مشينا اننا بغينا نأديو الواجب ديالنا كامل ديال السياره وبغينا ناخذوها. دابا حاليا عاوتاني تفاجئنا البارح عاوتاني هدرنا عاوتاني مشينا باش نشوفوا هذه السياره فين وصلات وفين الامور فين وصلات. كيقول لنا بانه السياره ما تقدروش انتم تاخذوها الا خاصكم تدوزوا على طريق الكريدي. لان داك الدعم داك الدعم يعني اصحاب القروض هما الاولى كاين عندهم دعم وعندهم قرض خصهم يستافدوا من الدعم ولكن خصهم يكونوا دايرين قرض. اما اللي عنده فلوس موجوده لا انت درجه ثانيه تيسالوا هاد الناس هذا باش نشوفوك. طبعا باش البنوك باش البنوك يتحركوا مزيان. المهم مع انه انا عندنا كانت عندنا واحد لا ليس يعني خاص هاد الشركه تحترم زعما كان التراتبيه ديال واضعي الملفات تسبب بهذاك السيارات. مع اننا السياره ديالنا ولات متهالكه تماما وما بقيناش كنقدروا زعما كان. وفين النقابه ديالكم اسي محمد؟ فين النقابه ديالكم؟ واخا النقابه ما كاين عندها ما دير تقبيه عندما تقبيه النقابه ديالكم ما اقوى منها. واش كتعرفها ولا ما كتعرفهاش؟ تماما. انتوما نقابه انتوما النقابه الوحيده شي حتى الدوله المؤسسات العموميه ديال الدوله
ما عندهاش نفس القوة اللي عند النقابة ديالكم. كتعرف بين انتم كتكون احكام نهائية ضد مستغلي سيارات الاجرة، احكام نهائية ضده ديال صاحب المأذونية باسترجاع مأذونيته وفسخ العقد، حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وملي كيمشي باش ينفذو ما كينفذولوش. وانتم على قبلكم وزير الداخليه صيفط الدوريه لجميع الولاد والعمال تيقول لهم الله يخليكم هادشي ما تنفذوش، ما ديروليش البلباله، ما ديروليش مشاكل. هذوك النقابه ديال الطاكسيات حنا ما قاديش على المشاكل ديالهم. ماشي النقابه استاذ، بل انهم شافوا الجشع ديال موالين الكريم. لا ماشي الجشع، ماشي كاين حالات. شوف ملي كتحكم المحكمه، ملي كتحكم المحكمه ما بقيناش نتكلموا على الجشع، حيت هذه المحكمه قالت الكلمه ديالها، هذا القانون. تندير معك عقد في 6 سنين، يمكن نجددوه، كنجددوه المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. كان عندي أنا واحد الولد النهار الأول في عمره 3 سنين، من بعد 12 عام الولد رجع عنده 19 عام، 12 و3 15، زدنا 6 سنين واحدة أخرى رجع عنده 21 عام. صيفط لك إنذار قبل التاريخ تنقول لك الله يجازيك بخير، ولدي كبر بغيت ذاك السيارة يستعملها ولدي، ذاك المأذونية بغيت نستغلها أنا. واش عيب؟ واش عيب؟ ماشي عيب، ماشي عيب. غتقول لي وانا البديل، انا 20 عام وانا خدام في هذا، ما عندي حتى شي صنعه اخرى. نقول لك بصح عندك الحق، ولكن هي اولى باسترجاع حقها. اذا كتمشي للمحكمه وكتدعيك وكتربح الدعوه ابتدائيا وتربحوا استنافيا، وكتمشي انت دير النقد وكترفض لك النقد الطلب العارضه ديالك وكيصبح نهائي، وكتمشي عند السلطات المحليه ولا القضائيه باش تنفذ وما كينفذولهاش. ما كينفذوش. لا تمام، فهمتي؟ وطبعا انت عندك الحق، كاين الجشع ديال ناس اخرين. اذا علاش هادشي كله؟ حيت النقابه ديالكم الا وقفتوا لنا الطرقان ودرتوا لنا الطاكسيات في الطريق وما خدم حتى شي واحد، الحركه غتوقف. تماما. اذا دابا ترجع للنقابه ديالك تقول الله يجازيكم بخير، هذا حقنا. صافي سي محمد. اييه دابا هذاك ما كاينش شي حاجه طريقه مباشره كيفاش نقدر نتعامل مع هاد الشركه، يعني باش ناخذ حقي. بغض النظر عن النقابه انا من حقي انه هذاك، وكاينه بدات ولات حتى الابتزاز، ولا كتسمع بانهم كوميرسيال كيقولوا لك راه فلان راه كيدور كيعطيك اييه شي طوموبيله كيجيبوا لي هذه الطوموبيله، وهذه هي اللي وليت ما كايناش عندي دابا حاليا شي اثبات يعني في يديا، ولكن لا الا مشيتي عند محامي غادي يرافقك في المسطره وغيبدا معك الاجراءات من الاول بالانذارات وبالمفوض القضائي، وغادي يصاوب الامور ديالو، ولكن هادشي غادي ياخذ وقت بالنسبه لك انت. انا ماش قلت لك النقابه راه ب 24 ساعه يتحل لك المشكل. علاش؟ حيت هذا حقك، هذا حقك. ماشي تنقول لك غادي النقابه غادي دير الفوضى لا، هذا حقك. مع اننا رجعنا استاذ النقابه وقال لك راه يقدروا يوليو عاوتاني معاك. هما دابا حاليا كاين ندره ديال هاد السياره، هاد النوع ديال هاد السياره كاين، ما كاينش بزاف يعني، كاينه فئه كتخرج باربعه خمسه، هادشي اللي كيخرج فهمتيني؟ السيارة الشركه كامله كتقدر تجيب لك واحد سته ولا هذاك سته طوموبيلات، ومني كتجي تشوفها تقول لك هذه راه ديال الناس السابقين. لا هذوك عاطين عليها هذاك الشيء، لا ما يمكنش تاخذها. الناس السابقين كيجبدوا لك ملفات ويقول لك هاد الناس راه سابقينك. يعني كتجي حتى النقابه كتلقاها حتى هي اصلا ما عندها ما دير. راه جينا حنا درت في هذا الاطار، درت في هذا التوجه، مشيت فيه قبل ما نتصل بكم، يعني مشيت عند النقابه والناس مشاو هضروا معاهم وهذاك الشيء، ومع ذلك بقيت نفس المشكل باقي كنعاني منه. غير النقابه ما هضرتش بذاك الجديه اللي خصها تهضر به. صافي واخا. يلا تبارك الله عليك اسيدي، الله يعاونك. الله يبارك فيك. مرحبا سي عبد الرحمن، تنفاصل مباشره معكم على راديو اصوات، غادي نواصلوا ونستقبلوا اتصالاتكم. دائما ارقامنا 05 22 77 24 24. نواصل معكم مستمعينا على راديو اصوات مباشره. اذا احنا مازال معكم، كنذكر حصه اليوم او حصه اليوم خاصه باستقبال تساؤلاتكم. محمد من الدار البيضاء، عبد الحق من تازه، خليك معنا سي عبد الحق. محمد. السلام عليكم. محمد عليكم السلام، مرحبا.
ميرسي بخير لاباس عليك. بارك الله فيك محمد تفضل. ميرسي جمال. أهلا سيدي لاباس. الله يحفظك أخويا. أخويا عندي واحد السؤال ديال على حساب الروتري. أيه التقاعد ديالك أيه. نعم أخويا خدمت في الشركة آخر مرة فيها واحد 15 عام. دابا كملت النقاط ديالي عندي واحد 6104 ديال النقاط. أيه. دابا هما كانوا ناس برانيين بريونيين. أيه. ملي مشاو شريت الشركة شركة أخرى. كانوا مغاربة. أها. أنا ديميسيونيت. أيه. خلصت من عندهم وكان عندي واحد الصغير ديال 8000 درهم. أيه. أنا قلت 8000. أها. دابا ما بقيتش دابا كنخدم دابا في الشركة ما بقيتش بغيت نخدم في الشركة درت حاجة غير راسي. بغيت نعرف ملي إن شاء الله دابا أنا عندي 52 عام. أيه. وإن شاء الله إذا طول الله العمر من 60 عام. أها. واش عندي شي غيكون عندي إن شاء الله تريت ولا. إن شاء الله غتكون عندك التقاعد ديالك. شكرا اخويا. 60 عام غادي تمشي عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغادفع الملف ديالك وغادي تاخذ التقاعد ديالك. ياك هاد النقاط اللي قلتي لي ياك مشيتي للصندوق ولقيتيهم. كان عندي وليدات كان عندي كنا كنخلصوا بكري. لا لا جاوبني غير على السؤال ديالي. 7000 نقطه اللي قلتي لي مشيتي للصندوق وتاكدتي وقالوا لك كاين 7000 نقطه. خديتها من اول شركه خدمتها. مزيان لا عندك التقاعد ديالك حيت 3240 نقطه هي اللي خاصك انت عندك الدوبل الضعف ديالها اذا ان شاء الله غتاخذ التقاعد ديالك 60 عام. كانوا شوفني قالوا لي حبستي من دابا راه ان شاء الله من توصل 60 عام راه ما عندك. لا عندك وغير دابا هاد 8 سنين اللي بقات لك على 60 عام باذن الله الى عشتيها باذن الله وان شاء الله تعيشها. حاول تكون في الصندوق هاد 8 سنين باش ترفع من التقاعد ديالك وتستافد من تعويضات عائليه 8 سنين وتستافد من التغطيه الصحيه ديال 8 سنين. شكرا لك. مرحبا سي محمد. دابا واخا خدام راسك يمكن لك ديرها عارفها ياك. دابا انا ما كنتش عارفها. انت دابا عرفتيها. يعني نكمل. تمشي عندهم وتقول لهم ها الخدمه اللي كندير وها الوريقات ديالي وداك الشيء بغيت نصرح راسي. يقول لك ها الامور اللي غتتبع وغادي دير وغاتجيب هذه ودير هذه وتقاد هذه وغادي تكون انت داخل في التامين ديالك ان شاء الله. شكرا دكتور الله يجعلك تاج فوق راسنا الوحيد اللي كنتسنى فيه الوحيد المعترف فيه الوحيد الله الضعفاء هو الاستاذ جمال معتوم. الله يجزيك بخير الله يحفظك تبارك الله عليك. والله العظيم الوحيد اللي عندنا فيه ثقه. الله 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 لا هادشي بزاف هادشي لا كون على يقين الوحيد اللي باقي دابا في المغرب نقولها صراحه عاد محمد السليم نقولها صراحه اللي باقي دابا الدراوش وباقي كيجاهد وكيقصر المسافه ديال المساكين وديال الناس اللي كتخبط في المشاكل كاين اللي قصرتي المشكل ديالو على 5 سنين درتي حليتي بواحد 5 دقائق. هذاك الله سبحانه وتعالى اللي كيسخر كل شيء حنا مسخرين. الله يخليك تاج فوق راسنا. الله يبارك فيك اخي الله يكثر خيرك شكرا. شكرا لك سي محمد اللهم يسر نواصلوا اذا نواصلوا من تازا نستقبلوا اتصال سي عبد الحق. الو اهلا وسهلا عبد الحق. بخير لاباس عليك. الحمد لله سي عبد الحق مرحبا بك راديو اسود مرحبا. خدامين في واحد الشركه هذه 4 سنين وانا من 2008 تقريبا وانا خدام داز الشركه الاولى والثانيه والثالثه دارت لي ديكلاراسيون وهاد الشركه هذه 4 سنين الشركه ديال الكوسيستم دارت قلنا لها دير لنا الديكلاراسيون ما بغاتش دير لنا الديكلاراسيون نهائيا. بوركي بوركي الو بوركي بوركي اميغو بوركي نو تيني ديكلاراسيون بوركي. دابا هادي شهرين ديال الخدمه خدامين كان سالوها ما جبرناش ما نوكلوا الوليدات ما بغاوش يجيبوا لنا. دابا 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 انا سمعت كتقول ديكلاراسيون صحابني راك انت هذاك الشيء ديال الصبلوني عندك مجهد في الصبلوني حفظتي الصبلونيه فين خدام فين مدينه؟ خدام انا تازه ولكني على براس جيت بوعواد. مزيان مزيان دابا انت كتقول هاد 4 سنين التاليه ما مصرحينش بك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واه عييت ما ندير المحاوله ودعين كنا دعيناها انا وشي دراري وداك الدراري تراجعوا وخا تمشي تدعيه ما غيعطيكش حقك. شكون اللي قال لك ما يعطيكش حقك؟ ها؟ شكون اللي قال لك؟ لان ما عنديش الماده باش نمشي نداعى وما ناكل في ذاك العام وهادي عام عاد يعوض لك ما عنديش ما ناكل. يعني كتفترض انت انك دعيتي غادي يجري لك من الخدمه. انا عندي ثلاثه الاولاد والمراه وانا والخدمه غير ب 150 الف فرنك في الشهر وهاد الشركه المهم كتلعب علينا ما واخا وانت ما عندكش شي خدمه في قنت اخر ما عندكش ما يعني ما تمكنكش تلقى الخدمه في بلاصه اخرى وين مشى؟ قالوا الخد دكتور. الله دابا شحال من واحد في هاد الوضعيه ديال السيد الشيء دابا هادشي اللي تيألم
وكتحس بالظلم وكتحس بالحق، راه هي هادي هي. علاش الناس ما كيطالبوش بالحقوق ديالهم؟ كاين اللي هو في وضعيه مريحه وما كيطالبش حيت ما عارفش، ما عارفش جهله بالحقوق ديالو ما كيعرفش. وكاين اللي مقهور ما عندوش الخير، ما عندوش البديل، راسو محني ويخدم، واذا مشى طلب شي حاجه الزنقه. اذا تبقى ساكت قال له شنو اللي رماك على المر؟ اش قال له؟ اللي امر منه، اللي امر منه. يعني راه صابر على هذه الوضعيه حيت ما عندوش الخيار. دابا هذا شنو تقول له؟ دابا معنا سي عبد الحق دكتور، هو معنا شنو تقول له؟ سي عبد الحق. بنزيري عبد الحق، انا الكنيه ديالي بنزيري. سي بنزيري، اسمعني سي عبد الحق، دابا واش انت فين كتخدم؟ في البني؟ فين؟ كنخدم في واحد ستاسيون ديال الماء. ستاسيون ديال الماء، يعني إذا قلبتي على الخدمة في شي حاجة أخرى ما تلقاش الخدمة ولا كاينة الخدمة؟ ما كاينش الخدمة، أنا في ستاسيون جاني حدا الدار ديالي في البلاد ديالنا، وهذه من 2008 وأنا خدام، خدمت الشركة الأولى والثانية والثالثة، دارت لنا الذكرى. وشحال عندك دابا، وشحال عندك ديال النقاط اللي جمعتي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ عندي نعم أسيدي شي 520 ولا. الله 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 الله، شحال بكم خدامين؟ هاد الشركة هادي عرفت راه بزاف اللي خدامين دري، كاين هنايا هاد الطاسيون خدامين انا هو واحد دري. غير جوج بكم؟ جوج بينا. وهاد الشركة شادة ستاسيونات بزاف، الشركة لا ديال الكوتيستام. دابا اسمعني اسمعني. دابا انت غادي ترجع للاتساع، واش كتقول السمية ديالك بالكامل والكنية؟ صيفطنا رسالة. اييه. ياك صيفطنا رسالة، عطينا فيها المعلومات، سمية الشركة والعنوان ديالها، ورجع انت ورجع انت بحالك اللور، وحنا ان شاء الله غادي نشتغلوا باش نصيفطوا لكم المفتشين والمراقبين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غادي نقول لك الشركه ديال، لا لا ما تقولهاش دابا، لا تكتب رساله، تكتبها في رساله مكتوبه وصيفتها لنا، ورجع اللور وما تبقاش تهضر في هذا الموضوع باش ما يجريوش عليك من الخدمه ويقول لك انت اللي درتي. جزاك الله خير سي محمد جمال المعتوق، الله يجازيك بخير، رحنا ضايعين والله القسم الا ضايعين. هو غيدير هذه الرساله وصيفتها لي، وديك الساعات حنا غادي نطلبوا من الصندوق يديروا المراقبه. هذه الرساله نديرها في البريد ولا؟ الفاكس سي عبد الحق. الفاكس؟ نعم 05 22 23 88 55. نعاود 05 22 23 88 55. ما تنساش دير الاسم الشركة، شحال ديال الأشخاص أنتم كتشتغلوا ياك دكتور؟ الاسم الكامل ديالو لا داعي دكتور، أو غيحتاجوا صندوق. لا لا لا، حنا يكتبوا لنا. نعم. حيت هو خصو يبقى مجهول الهوية بالنسبة للصندوق. ما شكا ما دار حتى شي حاجة، حنا اللي غادي نشكيو. الله يوفق سي عبد الحق تبارك الله عليك. إذا نواصلوا معكم على راديو أصوات مباشرة، مازال نفيدكم مستمعينا. غادي نمشيو للجديدة، معنا السي عبد الكريم. السلام عليكم. السلام عبد الرحيم. عبد الرحيم مرحبا بك سي عبد الرحيم. لاباس بخير، كلشي بخير الحمد لله. مرحبا بك. كنشكركم اخوتي وكنشكر الدكتور معتوق. مرحبا سيدي، يطول لينا عمرو، الله يطول لينا العمر ديالك. الله يجزيك بخير. تفضل. غادي خدم مشارك مع المؤسسه. مع من مشارك؟ مع هاز قرض. لا مع مؤسسه قلتي، مؤسسه ديال القرض. خديتي من عندها شي قرض؟ شي قرض. شاد قرض وشادين مني شيك مضامنه خاوي. هما شادين منك الشيك على الضمان، على سبيل الضمان خاوي. على حساب الضمان. شنو هي خاوي؟ يعني داير التوقيع ديالك وما داير فيه لا تاريخ لا مبلغ؟ لا والو. وانت بعقلك ولا ما عرفتش راسك اش كدير؟ واش غنقول لك دابا بحال بزو علينا دابا انا من الحال. واش كانت امك تتموت؟ لا. كان باك تيموت؟ لا. كانت مرتك كتموت؟ لا. شي واحد في ولادك كانوا كيموتوا؟ لا. انت كنتي كتموت؟ لا. صافي، هذه اللي كتعطي هذه الحاله اللي درتي انت، اللي درتي هذه الحاله اللي درتي في راسك هي هذه الحاله اللي تقدر تعطيها لها الشك، حيت هذا الشيء اللي درتيه خطير جدا. حيت غدا يوقع بينك وبينهم شي مشكل وما تبقاش تأدي لسبب من الاسباب. من وراء الكورونا شويه قال لك اودي لما خلصوا، لما خلصتوش راه غادي ندفعوا لك شي الاداره. دي غادي يدفعوا، غادي يدفعوا للمحكمه، وغادي ترجع انت مبحوث عنك، وغترجع كتهرب من البراجات ديال البوليس والجدارميه، ونهار يشدوك غادي يدوك للحبس. وشي حل باش نبري راسي؟ والو. باش تبري راسك خصك تخلص الفلوس اللي عليك. لا صنخلص فيها، صنخلص لك. ودابا مازال كتخلص؟ كنخلص. شحال مازال كدير خلاص؟ شحال مازال؟ عندي كان 17000، دابا كنخلص 7000 لاربع سنين. لا الله، 7000 ريال.
حسبنا الله ونعم الوكيل. دابا هذا دير له قرض 7000 ريال. شتي فين عايشين؟ شتي راه جوج المغرب كاينين جوج. المشكل ملي كيتوقف كيبدا من البدايه من الصفر. الدكتور سمعتو مرضت لي كادريري مرضت لي علينا ماتت يلاه جات هذيك السيمانه وقال لك تابعين لاسورانس معاهم وجات الاوراق يا مز قال لي خصك شهاده طبيه وشهاده طبيه ما شديتهاش. دابا اسمعني شنو غادي دير؟ شحال الناس كيسالوك؟ كيسالوني دابا شي من يولو شي من يولو نص و 36 مخلص فيها 7 اشهر شي من يولو 80 واقيل. واخا وانت دابا خدام مزيان الحمد لله. وهذا يزين طالب معاش مزيان ماشي عيب ماشي عيب المهم كتدخل رزقك للدار. الحمد لله. وكتوفر شويه باش تعطي داك 7000 ريال في الشهر ياك؟ كنخلص. مزيان ودابا ركز معايا مزيان. كتعرف تكتب ولا ما كتعرفش تكتب؟ واش نقول لك حالتنا حال الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وجاب الحاله دابا واش هذا هو الجواب؟ مزيان ولادك كيعرفوا يكتبوا؟ لا الدري في عمره 18 عام خارج مسكين يترزق الله تعالى. الله ما قريتيش؟ ولي ما قدرتش؟ ما قراش هذا هو اللي في الكوليج خطرتين والدريه خرجت من السادس في عمري انا دابا 39 عام عندي 6 وليدات بالصحه والسلام ميتين لي 4 دابا 4 اللي ماتوا؟ سبحان الله. ذاك اللي تزاد عامين ذاك عامين نيتو مسكين توفى. الله يرحمهم الله يرحمهم ويرحم جميع اموتنا. دابا ركز معايا غادي نشرح لك غير بشويه ولكن هادشي اللي غنقول لك خصك لازم ديرو في هاد اليومين. كتسمعني؟ ولا مشيت ما حليتيش ودنيك مزيان حل ودنيك مزيان. لا لا كنسمعها اقول واش غادي نستافد فن ما عنديش ما تقيد كون انا قيد. لا بلا ما تقيد انا نقول لك غيب شويه ولكن انت غير ركز يحل لي العقل ديالك بحال كضرب دابا شي قهوه كدك شي دكه القهوه زوينه وجالس مرتاح وسمعني مزيان. الحمد لله الوالدين. تقبط ورقه وستيلو وتكتب فيها لهذيك المؤسسه اللي خديتي منها القرض. تقول لها انا راني كنخلصك وغنبقى نخلصك حتى نسال القرض اللي كتسالني. الله يجازيك بخير كنطلب منكم تردوا لي الشيك ديالي اللي عطيتكم ديال الضمانه اللي هو عقل على الرقم ديالو. باقي عندي الشيك باقي عندنا الشيك دابا اللي على الورقه اللي شادين ما عقل فيها والو. لا ولكن عندك الورقة هذاك الطريف اللي كيبقى لاصق لنا في الكارني في الدفتر عندك ديالو. هذا كتمشي ذاك الرقم اللي تما هو ذاك الشيك اللي عندهم. أييه. وتقول لهم راني عطيتكم الشيك رقم كذا ودير الرقم اللي عندك في ذاك الطريف اللي بقى لاصق في الدفتر ديال الشيكات. أييه. تقول لهم هذا الرقم ديال هذا الشيك اللي عطيته لكم كضمانة ردوه لي الله يجازيكم بخير راني غنعطيكم أنا رزقكم. هذه الورقة هذه بغيتها توصلهم وغادي تصيفطها مضمونة مع الإشعار بالتوصل. صعبت عليك ولا ما فهمتيش مزيان ولا فهمتي شوية؟ كيفاش ما تشعر التوصل؟ ما نديهاش أنا بيدي. لا إلا زديها بيديك ويطبعوا لك هما على نسخة حيت أنت غادي تصورها. غتعطيهم الأصلية ولكن خصهم يطبعوا لك على النسخة اللي غتبقى عندك ويديروا لك فيها التاريخ فاش توصلوا. خصها تبقى عندك باش تخبعها. علاش هادشي؟ كتب بيدي ولا كتب هاد الكاتب عموما؟ اللي بغيتي. المهم تقول لهم عطيتكم شيك ديال الضمان الرقم ديالو كذا عطيت لكم هذه عامين ولا هذه 3 سنين. ايه. ودابا كنطلب منكم تردوه لي راني انا فلوسكم غنوصلها لكم ان شاء الله. ان شاء الله الله يرحم لك الوالدين. علاش هذه الرساله هي اللي غتحميك غدا الا مشيتي حتى وقع لك مشكل وما قدرتيش تخلص باش ما يدوكش الحبس بسبب ذاك الشيك. لا راني نخلص ان شاء الله نتعافر باي وجه انا خفت من نخلص نكمل يقول لك يدفعوا لي شي حاجه. ايوا اش كنقول لك باش تثبت بانه راه عندهم واحد الشيك ديالك. صافي؟ دابا لا مشيت عندهم وقال لك اودي لا وما داروا معايا والو تبقى هذيك الوثيقه. خاصهم يطبعوا لك على هذيك ويديروا لك التاريخ فيها ديالك انت اللي كتبقى عندك وصافي لا ما بغاوش يعطيوها لك واخا ما يعطيوهالكش غير تبقى عندك ذاك الورقه. بينا كرسلتيهم فهمتي يلا يطول لنا العمر ديالك. مرحبا استاذ عبد الرحيم. نعم الله يوفقك دكتور. ولو ما يتبعوش له عندها واحد القيمه قليله ولا قيمه ما توصلناش اذا في حاله رفضوا وكان الاجراء ما كاينش. لا ما بغيتش نكثر عليه المفوض قضائي ويخلص له الاسعار ديالو. بغيت ربما طريقه اضمن انه يمشي عند مفوض في الغالب غير يرفضوا الدكتور. ما بغيتش نكثر عليه من المعلومات ما بغيتش ندير تدخل في المعلومات اللي عطيته يمكن ما كيعرفش المفوض القضائي ونزيدوا على الشيك على سبيل الضمان ورقم ديال الشيك وردوا لي والاشعار التوصل وما يقع حتى شي حاجه.
نتمنوا انهم يختموا له الورقه النسخه